إيش الناس تتصرف الشر سواء كانت طبيعتها أو غير طبيعتها؟ في حدا عم يسيطر على هذا الشخص. ليش إله الخير بيترك إله الشر يتصرف مع عباده؟ لكن هذا الشيء ممكن يكون بين المؤمنين وغير المؤمنين. لكن مين هو إله الشر؟ وكيف هي صفاته؟ وكيف طريقة تصرفه بالناس؟ وكيف ممكن يسيطر على الناس؟ وهذا الشيء عرفت جوابه بعد ما سمعت تفسير الآية الكريمة: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب مثل أحد الدعاة أنه تخيل لو أنه في بيت، وهذا البيت في عدة أخوة، وكل الأخوة عم يتقاتلوا على بلوزة وحدة، وكل واحد عم يشده من طرف. كيف رح تصير هاي البلوزة؟ البيت هو الهوى، هوى الشخص يعني نفسه، والأخوة هم أبناء الهوى، الشهرة والنساء والقيادة والسيطرة والمال، وكل واحد عم شد بطرف، والبلوزة هو أنت. هذا الرجل اللي فيه شركاء متشاكسون، أما الرجل سلما لرجل فهو اللي بياخد كل هدول الشغلات لكن عن طريق الله، عن طريق قوانينه، عن طريق عبادته، عن طريق شرعه، عن طريق الشيء اللي مسموح لنا فيه بدون ما نأذي الناس. يعني بالأخير طلع الإله اللي عم يتحكم فينا هو الهوى والنفس اللي بيناتنا، ما في مسيطر خارجي أو ما في تحكم آلي عن بعد. لا، كأنه بعض الناس رح تحكي كأنه أنت كبرت الموضوع كتير. يعني هل ممكن أنه يكون الإله هو الهوى؟ إيه طبعا، هذا الشيء عرفته بعد ما سمعت الآية الكريمة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني رب العالمين وصف الهوى بالإله، لكن مو الإله الخالق، لأنه ما عرفنا قبل ولا عرفنا بالزمان الحالي إنه في حدا بفكر إنه الهوى تبعه هو اللي صنعه. يعني نحن ما عم نحكي عن الإله الخالق، نحن عم نحكي عن الإله المسيطر اللي بيسيطر عليك مثل ما وصفه رب العالمين. هواك هو إله إذا أنت بتسوي إله. أنت تخيل الفرق بين ما تكون كلك لله رجلا سلما لرجل، وبين ما تكون ضايع بمتاهة الهوى. أنا ما عم أقول إنك تتخلى عن كل شيء، لكن خلي كل شيء بما يرضي الله. لا تخلي الهوى هو بوصلتك لحتى توصلك لأحلامك وأهدافك. لا، خلي قوانين الله والأوامر اللي أمرك فيها رب العالمين هي البوصلة اللي توصلك لأهدافك وأحلامك. سلام.